البصيرة هي أساس الحياة، فالعيون إذا انطفأت تبقى القلوب عامرة بنور الطموح والإيمان بالكفاءة، ففقد البصر لا يقف حاجزا أمام النجاح والتفوق. وقالوا قد عميت، فقلت كلا، فإني اليوم أبصر من بصيري، أرى الأشياء من قلبي وروحي، هما في ظلمة الدنيا بدوري، فعين القلب عين النور حقا، ويعمى من محى نور الضمير. بهذه الأبيات الشعرية افتتح حفل المعهد السعودي البحريني للمكفوفين لتحمل هذه الأبيات المعنى الوافي وتكون أدلة على العزيمة والإصرار لكل من لازمتهم الإعاقة وأصبحت موطن تحد لهم. فطلابنا في مدارس الدمج أنهم فعلا خيرة الطلاب وحققوا النتائج الملموسة منهم. يعمل المعهد على تقديم كل الخدمات للطلاب، سواء طباعة الكتب أو تدريسهم في مدارسهم أو داخل المعهد. يوجد عندنا عدة أقسام في المعهد، والأهم الأقسام قسم طباعة الكتب. ونشكر سعادة وزير التربية والتعليم على دعمه لإنشاء المطبعة برايل، وهي أحدث المطابع الموجودة مطابع برايل. هذا الحفل جاء ليحقق أهداف المعهد، وهي إيجاد بيئة صالحة للمكفوفين وتشجيعهم على الاندماج المجتمعي ليكونوا قادرين على المشاركة والتفاعل الإيجابي مع غيرهم من خلال استعراض نماذج وقصص نجاح لذوي الإعاقة. عرضت تجربتي كنموذج للأطفال اللي هنا في المعهد، على أساس يعني أكون لهم إن شاء الله قدوة لهم، ويعتمدون على نفسهم ويتحدون الصعوبات اللي تواجه، يواصلون دراستهم ويغيرون من نفسيتهم. شكرها أستاذ عبد الواحد الخياط لمساعدته في أن احنا نطبع كتاب أنام المبصرة بطريقة برايل، وحاليا هاي الكتاب توزع في القطيف، وحاليا قاعدين نحاول أن نحصل كذا مكفوفين من حوالي الدول الخليج في أن احنا ننشر هاي الكتاب بطريقة برايل. طبعا الكتاب يضم أعمال الطالبات داخل المدرسة، حولنا من مبصرين إلى طريقة برايل عشان ندعم الكفيفين في أنهم يقرؤون ويتعرفون على مواهب الطالبات من جميع النواحي، لأن المكفوفين في البحرين وفي دول الخليج عندهم نقص في الكتب. المعهد السعودي البحريني للمكفوفين له رؤية واضحة في أن يكون المعهد الرائد في مجال تدريس وتدريب وتأهيل المكفوفين وإعداد طلبة مكفوفين قادرين على المشاركة في المجتمع. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.